الآن متواجدون في حي باب المقام وتحديدا في ساحة بزا، هذا السوق الشعبي القديم الذي استهدفه الطيران الحربي بصاروخ فراغي أدى لهذا الدمار. طبعا معظم المنازل المحيطة ومعظم المحال التجارية المحيطة بهذا المكان تدمرت بشكل كامل. 10 شهداء حتى هذه اللحظة قضوا بالقصف على هذا المكان، وما تزال كما نرى فرق الدفاع المدني مدعومة بفرق الإسعاف تحاول انتشال الضحايا العالقين تحت أنقاض منازلهم. طبعا معظم أحياء مدينة حلب اليوم تعرضت للقصف من المناطق الغربية الجنوبية إلى الشمالية الشرقية، طبعا كحي الإنصاري وحي الكلاسة وحي بستان القصر وأحياء حلب القديمة التي تعرضت لعشرة غارات، منها هذه الغارة، وأيضا حي المرجى ومساكن هنانو وحي الخالدية وحي بني زيد، كلهم تعرضوا للقصف المكثف. على ما في ولا فصيل عسكري هوني، كل شعب مدني هوني يخاف والله فينا. احكي لنا هون شو صار. والله يا أخي أجينا خبر أنه ساحة بز انقصفت بصاروخ فراغي، فجينا على أسرى وحاليا أهلي تحت الأنقاض، أمي وأخوي وزوجته وأولاده، ولله الأمر. معنا هنا أحد فرق الدفاع المدني، ما هي حصيلة الشهداء حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الصباح الباكر الطيران الحربي لم يتوقف على أحياء حلب القديمة بالذات وحلب بشكل عام. حصيلة الشهداء اليوم 10 شهداء وأكثر من 15 مصاب. حتى الآن هناك عائلة كاملة تحت الأنقاض، تقوم فرق الدفاع المدني إن شاء الله رب العالمين بإنقاذهم. إذن كما نسمع فرق الدفاع المدني تحاول إخلاء المدنيين من هذه المنطقة خوفا من عودة الطيران واستهدافهم. طبعا كما قال لنا أحد فرق الدفاع المدني 10 غارات في هذه المنطقة بالتحديد. طبعا ما زال الطيران الحربي لا يفارق أجواء المدينة في ظل الحصار التي تشهده أحياء مدينة حلب. تحاول الطائرات الروسية والسورية ارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي مدينة حلب. باسل أبو حمزة لأخبار حلب اليوم، حلب.